السلام عليكم وتحية طيبة للجميع مجددا في فقرة جديدة من سلسلة شرح المفاهيم المهمة في الرياضيات للسلكين الإعدادي والتأهيلي. هذه المرة غادي نشوفوا مفهوم التمثيل البارامتري المستقيم الذي يتم تناوله في سنة ثانية بكالوريا. إذا قبل أو بداية نأخذ واحد المثال باش نشرح الفكرة. إذا لدينا هنا في معلم في الفضاء، نأخذ واحد لو بلون مستوى ونقطة أ من هذا المستوى كما تلاحظون، ثم بعد ذلك نأخذ واحد المتجهة موجهة، لأن من أ كيمر عدد ما لا من نهاية من المستقيمات، وحنا خصنا مستقيم واحد، دونك خصني غادي المتجهة موجهة سميتها U. ألوغ المستقيم الذي يمر من أ وموجه بالمتجهات U هو مستقيم واحد، هو اللي رسمناه في الصورة أمامنا. اذا باش نحصل على هذا المستقيم المعادله ديالو، كناخذ واحد النقطه ام من هذا المستقيم، بحيث هذيك النقطه ام الاحداثيه ديالها هي اكس ايغاك زد، وكتحقق لي المتساويه ام كتساوي ك او. وحنا كنعرفوا بان اللي كانت ام كتساوي ك او، فان ام و او راهم مستقيمتان. اذا الى غيرت القيم ديال ك ستلاحظون، غير هنا القيم ديال ك، ستلاحظون بأن ام تتغير ولكن دائما على المستقيم ام. إذا كيف كنشوفو ام كتساوي ك او، إذا ام تنتمي لهذا المستقيم. إذا شنو هي المعادلة اللي كتحقق لي جميع النقاط اللي كينتموا لهذا المستقيم؟ هي اللي كنسميها التمثيل البارامتري لمستقيم. الو غادي ناخذ الو عندي هنايا التمثيل البارامتري لمستقيم، ناخذ واحد ان بوان ا ديفيني بار اكس ا ايغال ا زد ا، اي لو فيكتور او ديفيني بار لي كوردوني ا بي سي. Alors la droite D qui passe par le point A est dirigée par le vecteur U. هاد الجملة هادي la droite D passe par le point A est dirigée par le point U، كيمكن نعبر عليها بطريقة أخرى ونقولوا D دو بوان، كنفتح واحد المزدوجين كنقول alors شنو كنقصدوا بهادي؟ سوا واحد لو بوان M دو كوردوني X Y Z، هاد النقطة من الفضاء اكس اي زد التي تحقق تل كو لو فيكتور ا ام تيغال ك فوا لو فيكتور او، بحيث المتجه ا ام كتساوي ك في المتجه او، وهذا راه مستقيمتان. دونك اذا كانت عندي هاد النقطه ام كتحقق لي هاد المتساويه، فان هاد ام جميع الحالات ديال ام كيعطيوني في الاخير واحد المستقيم اللي هو دي، اللي هو ا ام بطبيعه الحال. الوغ هاد ا ام كتساوي ك او غنكتبها على شكل ان سيستيم. ا ام هي اكس الاحداثيه ديال ام اكس ناقص اكس ا، ك مضروبه في او اللي هي الافصول ديالها هو ا، ثم ايغريك موا ايغريك ا كتساوي ك فوا بي، زد موا زد ا كتساوي ك فوا سي. الوغ يكفي انني ناخذ هاد اكس ا ايغريك ا زد ا ونديهم للجهه الاخرى، غتولي ليا اكس ا بلس ك ا، اكس ايغريك ا بلس ك بي، زد ا بلس ك سي. اذا هذا لو سيستيم سويفون، هذا لو سيستيم اللي هو اكس كتساوي اكس ا بلس ك ا، ايغريك كتساوي ك بلس ك ايغريك ا بلس ك بي، وزد كتساوي زد ا بلس ك سي، هو اللي كنسميوه est une représentation paramétrique de la droite qui passe par le point A et le vecteur directeur U. Et là, لاحظوا معايا ما قلناش et la représentation paramétrique. قلنا une représentation paramétrique لأن كاينين بزاف، يكفي أنني نغير هذا لو بوان A أو نغير لي كوردوني ديال U ناخذ وحدة أخرى وغادي نحصل على une autre représentation paramétrique، c'est-à-dire bien notre droite nta ou صديق ديالك تلقاو deux représentations différentes ولكن تعنيو نفس المستقيم. داكشي اش كنقولوا est une représentation paramétrique.
إذن إلى فيديو آخر إن شاء الله باش نشوفوا فيه تمثيل البارامتري للمستوى.